كان من المهم اليوم الحقيقة لفت عناية السادة أعضاء الجمعية العامة إلى أمرين مهمين جدا. أولا أن الدعوة السعودية ومن قبل بعض الدول الأخرى لعقد هذا الاجتماع حول ما يسمى بالشأن الإنساني السوري هي دعوة تذكرنا بأسوأ أشكال النفاق السياسي والإنساني في العالم، لأنه من المعروف أن السعودية وقطر وتركيا طبعا هي أنظمة منخرطة في سفك الدم السوري وفي رعاية وتمويل الإرهاب العابر للحدود طبعا تحت مسميات دنيئة ومقززة تسيء للعرب والإسلام، ولا أريد أن أذكرها مجددا لكي لا أسمم أجواء أذان الرأي العام. لكن الأمر المهم الحقيقة في هذا الصدد هو أن كل من السعودية وقطر وتركيا ترعى الإرهاب وتموله، وإسرائيل تعالج جرحى هذا الإرهاب في مشافيها. فواضح التحالف القائم بين إسرائيل من جهة وبين كل من السعودية وقطر وتركيا، وهو أمر بحد ذاته يسلط الضوء على مدى النفاق والكذب والتضليل الذي تمارسه حكومات تلك الدول سواء في الشأن الإنساني أو في الشأن السياسي. الأمر الآخر الذي أريد أن أشير إليه والذي نقلته لعناية السادة الأعضاء هو أن بالرغم من تلك المؤتمرات الاستعراضية التي تعقد هنا وهناك وبينها طبعا مؤتمر الكويت واحد والكويت اثنين، بالرغم من كل ذلك لم يصل حجم التمويل الإنساني إلى 7% فقط، لكن تمويل الإرهاب وصل إلى نسبة 100%. يعني هذه الحكومات الأنظمة السعودية القطرية التركية تمول الإرهاب بنسبة 100%، لكن عندما يأتي الأمر إلى تمويل المساعدات الإنسانية للشعب السوري، الشعب الذي يتباكون عليه كما سمعنا، فإنهم يقدمون 7% فقط من التمويل. وأصلا ليست الحكومات السعودية والقطرية والتركية هي التي قدمت 7%، 7% أتت من حكومات دول أخرى. تلك الأنظمة التي ذكرت غير معنية أساسا بتحسين الوضع الإنساني في سوريا ولا معالجة الأزمة الإنسانية، لأن هذه الحكومات هي المسؤولة أساسا عن خلق هذه الأزمة الإنسانية، سواء من خلال دفع المجموعات التكفيرية إلى مهاجمة القرى والبلدات والمدن وتهجير الناس منها، أو من خلال تشجيع الفكر الأصولي المتطرف الوهابي داخل المخيمات وتجنيد مجموعة من للأسف السوريين، إضافة إلى عشرات آلاف المرتزقة الذين يسمونهم بالجهاديين ظلما وزورا وبهتانا للمجيء ولقتل السوريين. يعني هم يحاولون أن يعطوا الانطباع بأن دورهم كدور رجل الأطفاء، لكن الحقيقة هم المولعون للحرائق أساسا في سوريا. هذه هي الرسالة التي أردت أن أقولها اليوم إلى عناية السادة الحضور. نقلت اليوم تطمينات إلى المجتمع الدولي بأن مناطق مثل حمص واليرموك وغيرها قد باتت مفتوحة وآمنة، هل يمكن التحدث تفصيليا عن المصالحات وعن هذه الأجواء التي سادت حمص واليرموك؟ هناك الكثير من المصالحات الوطنية التي تمت في كثير من المناطق، وهذا ما أصاب الحكومات المعادية لسوريا بنوع من الهستيريا الحقيقة، لأن تلك الحكومات والأنظمة لم تكن تتوقع أن تستطيع الحكومة السورية إجراء مثل تلك المصالحات. لكن هناك جنود مجهولين في الدولة السورية وفي الشارع السوري ولدى أخواننا الفلسطينيين أيضا في المخيمات، استطاعت هذه الجهود وأولئك الجنود المجهولين أن ينجزوا المعجزات على الأرض من خلال خلق بيئة آمنة الآن لعودة المدنيين سواء إلى مخيم اليرموك أو المعظمية أو برزة أو القابون أو يلدة أو بابيلة أو بيت سحم إلى آخره. وطبعا هناك أيضا جهود مماثلة تجري في حلب الآن، والإرهاب في انحسار وقبضة الدولة ستزداد قوة، وليس هناك حل آخر غير مكافحة الإرهاب من جهة والسير في مسار التسوية السياسية للأزمة من جهة ثانية. بمعنى آخر أن مكافحة الإرهاب لا علاقة لها بالمسار السياسي. التسوية السياسية ترونها سورية سورية، ولا تعتقدون أن جنيف يمكن أن توصل إلى حل حسب ما ترون؟ لا لا، هي جنيف هي جزء من هذه الآلية التي تسمى سورية سورية، ليست كل الآلية لكنها جزء من هذه الآلية. قد يعني تكون غير كاملة المصداقية بسبب أن الائتلاف لا يمثل كل أطياف المعارضة تنفيذا لما ورد في بيان جنيف، لكن نحن ذهبنا إلى جنيف من باب حسن النوايا
ولكي نرسل رسالة واضحة إلى مشغلي الائتلاف ومشغلي الجماعات المعارضة الأخرى بأننا جادون كحكومة في إجراء حوار سوري كامل شامل يعالج الأزمة السورية بكل نواحيها بعيدا عن أي تدخل أجنبي. دكتور بشار الجعفري، شكرا جزيلا لكم.